تزامنا مع انخفاض منسوب مياه نهر الفرات وروافده. دائرة الموارد المائية في محافظة الأنبار تقوم بحملة كبرى لكري وتنظيف نهر الفرات داخل مدينة الرمادي، وبمشاركة الجهد الفني والهندسي لملاكات الوزارة. قامت كوادر مديرية الموارد المائية بالتعاون مع الجهد الآلي التابع لمديرية صيانة مشاريع ري وبزل الأنبار بحملة كبرى لكري مؤخر ناظم الورار بغرض تسليك أو تهيئة المقطع المكافي لإمرار أكبر موجة فيضانية إن شاء الله في القريب العاجل. هذه العملية تضمن إزالة ورفع ترسبات متراكمة لعدة سنوات وإزالتها ونقلها خارج حدود البلدية، مما يؤدي إلى إضفاء لمسة جمالية على كورنيش الرمادي وكذلك مؤخر ناظم الورار. الحملة ركزت على إزالة الترسبات عند الجسور الرئيسية كونها تعيق جريان المياه، ليتم بعدها الانتقال إلى رفع الجزرات المتكونة في النهر، حيث سيتم إزالة أكثر من 350 ألف متر مكعب من الترسبات على مسافة كيلومتر واحد كمرحلة أولى من هذه الحملة التي ستمتد على طول الرافد الرابط مع بحيرة الحبانية. ده نشوف حملة لكري روافد نهر الفرات صار لها عدة أيام، نتأمل منها الحملة أنه تستمر. أول شيء راح تضيف جمالية للنهر، وخصوصا أن النهر مهمل منذ فترة طويلة. ثانيا راح تقضي على التجاوزات اللي شوهت نهر الفرات. هذه الحملة نتأمل أن تكون على طول النهر الفرات. الملاكات الهندسية والفنية والآلية العاملة تستنفر كامل طاقتها ضمن قواطع العمل لغرض إنجاز هذه الخطة الطموحة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بخمسة أشهر. هدف هذه الحملة توسيع روافد نهر الفرات وصولا إلى بحيرة الحبانية لتأمين انسيابية المياه بشكل أفضل، فضلا عن تنظيف ضفتي النهر ليكون بالمظهر اللائق وليضيف لمسة جمالية على مدينة الرمادي. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة.